السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد من قناة محترف الألعاب. معكم عبد القادر. اليوم جايبكم الجولة 200 من برج الساحر، فايتال ماتش. أول شي بنحط الفريق، هذا هو الفريق الخاص بالبرج، هاي بطاقته. كله من برج الساحر. لوكينج، نبدأ بركة الله. أنا بأمل إنه يطلع لي بطاقة المعدات الممتازة تبعت ريبتايل وبطاقة اللاعب شانكستونج. إن شاء الله نشوف حظنا. هلا انتهينا من الجولة، شو حظنا يا رب. بطاقة الجاكيت، بطاقة من بطاقات كتير كويسة، صارت عندي مستوى 34 وجورو كويس. وشكرا على المشاهدة أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.